نروح. رح نروح سالي مع مشاهدينا لختام محطاتنا لليوم بعالم التغذية، فمع المشهد يلي أتصدر اللوائح السعرية بارتفاع أسهم المواد الغذائية إلى أسعار غير مسبوقة، بات الكثير من أصناف الأغذية خارج لوائح نظامنا الصحي واليومي، وكثير من المواد صارت جزء من الذاكرة فقط. كيف ممكن اليوم نقدر نحافظ على صحة أجسامنا؟ شو هو النظام المناسب؟ رح نتعرف أكيد على هالشي مع أخصائية التغذية صفاء الشيخ. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير لك، واكيد اليوم مع موضوعنا هذا اللي هو كثير مهم، الغذاء هو شيء اساسي. خلينا نحكي مع غلاء الاسعار، كيف فينا نعمل نظام غذائي رغم مثلا الامكانيات المحدوده لاصحاب الدخل المحدود؟ هلا بدايه للاسف مع غلاء الاسعار صارت العائله او ست البيت تهتم بتكلفة الصحن اللي هي عم تقدمه للعائلة أكثر من قيمته الغذائية. لهيك نحن هون حبينا فعلا نتطرق لهذا الموضوع، لأنه كثير عائلات عم بتلاقي صعوبات وأمراض معينة، وخصوصا بعد سنوات من غلاء الأسعار. لهيك حبينا هلا نعطي هيك شوية نصائح أو ستيبات تقدر تعملها ست البيت أو حتى الرجل اللي بيجلب الأغراض للبيت، كرمال نحن نتفادى هذا الموضوع. بس هو هلا المشكله الاساسيه انه العائله بتفكر بقديش الوجبه بدها تكلفها، مو انه هي الوجبه هي عم تفيد اطفالها فيها او لا. طيب لهيك صفاء مثل ما قلتي خلينا نمشي بهي الخطوات، نعرف منك كيف ممكن نتبع هالشيء بالبيت. هلا بالبدايه بدي اقول لك انه النظام يلي نحن عم نتبعه هلا بحياتنا اثر على نقص كثير عناصر مهمه باجسامنا، فصارت العائله نادرا ما تاكل لحمه حمراء او تعمل مثلا سودة دجاج، الكبده هي صحيح. صارت العائله الام مثلا قليله تشرب ابنها حليب، لانه هلا صار في يمكن الام يكون في عندها اكثر من طفل ما راح تلحق للكل، فصار في عندنا نقص بالحديد، صار في عندنا نقص بالكالسيوم، صار في عندنا نقص بالاوميجا 3 اللي هو ما بيتواجد، يعني الشكل الفعال منه غير بيتواجد بشغلات بالمكسرات وبالاسماك، يعني الشخص الطبيعي لازم ياخذ ثلاث مرات اسماك بالاسبوع. يعني صفاء كأخصائية تغذية خلينا نقول أنه الحديث هذا اللي حكيناه هو منطقي ومزبوط في ظل الظروف اللي عم نعيشها، ولكن أحيانا ممكن ربة المنزل أو رب المنزل يكون يدير هذا الشيء بطريقة ذكية أكثر، يستعيد عن اللحم الأحمر ممكن بفول الصويا أو بالفول، وممكن القمح، والقمح هو كلفته قليلة، فقديش الوعي بالمنزل له دور كمان بانهم يقدروا يعطوا قيمه غذائيه. طبعا هلا اهم الخطوات يلي الاهل لازم يكونوا هن يعني واعيين لها كرمال يطبقوها بنظامهم اليومي كرمال صحتهم وصحه الاطفال. الخطا انه هن عم يعتمدوا على النشويات اكثر شيء بالنظام الغذائي، خبز، رز، بطاطس، عم ينسوا انه في اكلات بسيطه منزليه كثير مهمه وكثير قيمتها الغذائيه عاليه، مثل مثلا مجدره البرغل، وخصوصا اذا نحن استخدمنا البرغل يلي الحبه تبعه كامله والقشر تبعه موجود، عندنا البرغل بحمص، عندنا مثلا بيقولوا لها قمحيه اللي هي الحنطه مع الحمص، هريسة القمح، كثير هي مواد غذائيه وبسيطه، وحتى نحن مثل ما بيقولوا بنتمول منها كميات كبيره. أكيد. الفاصوليا، الحب، العائله لازم تركز مثلا على الاغذيه الموسميه، مثل هلا مثلا نقص الحديد نحن قادرين نتفاداه بهي الايام بالسبانخ لما نحن بنضيف له الليمون، طبعا من دون الليمون نحن ما بنحصل على فائده لانه الحديد يلي فيه هو لا هيمي. سلمى هي معلومه جديده، في عالم تاكله بلا ليمون، بس بلا ليمون تماما، في ناس بتقول لا انه الليمون للطعمه، بس هو عن جد لا للفائده 100%، حتى الدبس سبحان كمان. الله حتى التذوق يعني هي شغله، حتى دبس الرمان لما يمكن بضيفوه على بعض الاكلات بيطلع الناتج تبعه افضل. نحن اللي بيهمنا فيتامين سي انه يتواجد بالوجبه اللي بتحوي على حديد نباتي، نحن بنقول له الحديد الموجود بالاغذيه الحيوانيه ما بده فيتامين سي، بس الملوخيه، السبانخ، السلق، الحديد النباتي بده فيتامين سي حصرا. هلا دبس الرمان فيه فيتامين سي، بس نتيجه المعامله الحراريه والغليه اللي بيتعرض له بيفقد فيتامين سي، فيفضل هي الليمون الفريش تماما. هي الاغذيه اللي نحن قادرين فعلا نعوض فيها. مثلا هلا ممكن العائلة حتى ولو ظروفها المادية صعبة شوي كل 10 أيام كل 15 يوم يعني تنقي أرخص نوع من اللحومات وتقدر تتناوله، مثل مثلا سودة الدجاج هي مانا كتير غالية، قادرة أنه تطعمي العائلة منها، وفيها حديد كتير وفيها فيتامين كتير يعني.
ففي اشياء العيله بتكون هي غافله عنها، بتعرف انه بس الفائده باللحم الحمراء او لحم الغنم يلي هو هلا سعره طبعا كثير عالي، بس لا نحن قادرين ناخذ البروتين اللي بدنا اياه من الاغذيه النباتيه مثل ما خبرتك، العدس مع البرغل مثلا، الحمص مع البرغل، ندمج هدول الانواع من الاغذيه. اكيد يعني يمكن سالي اهل زمان ما خلوا لاهل هلا شيء، يعني مثل عم نشوف كل الاكلات القديمه مثل ما هلا حكيتي كانوا الاهل اساسا يطبخوها بهي الطريقه، نحن غافلين عن فوائد هذا الشيء. كمان قديش ممكن في ناس هلا صاروا بياكلوا اللحومات او الدجاج او بس من السوق، هذا الشيء قد ايه بيضر ويمكن بخفف الفائده منه؟ طبعا لانه هون بتكون الوجبه صارت مدعمه كثير بالدهون ومعرضة ممكن لمعاملات حرارية زيادة عن اللزوم، فهي عم تفقد من قيمتها. أنا بدي الصحن يلي عم أقدمه للعائلة هو يكون فيه الفوائد أكثر من المضار، لأنه لحمة مثلا الكباب لما بنجيبها مشوية من السوق هي بيكون فيها كتير دهنة وفيها قليل بروتين، فأنا ما بدي يحصل هذا الشيء بالعائلة عندي، لا أنا بدي ياخذ القيمة الغذائية من اللحوم بأقل كمية معينة من الدهن. لأنه هلأ مع قعدة الأشخاص بالمنزل أو يعني التنقل دائما عم بيكون بوسائط نقل، فالحركه قليله نوعا ما في حرق. وحتى اذا بدنا نحكي عن غلاء الاسعار، النوادي الرياضيه كمان صارت معنا بمتناول الجميع اذا بدك تحكي عن هذا التفصيل، لانه كمان سعره صار مرتفع، فنحن بدنا نحاول نقلل الوارد الكالوري اللي عم يدخل على جسمنا ونزيد الحركه عنا شوي كرمال ما يصير في عنا بدانه متفشيه. وحتى الاحصائيات بتقول انه اخر كم سنه بسوريا صار في عنا زيادة بالوزن كتير أو وجود حالات من سوء تغذية خطيرة. عرفتي كيف؟ يعني ما عم بيصير في عنا حل وسط، يا عم بيكون عنا سوء تغذية يا عم بيكون في عنا بدانة متفشية. أحيانا هيدا البدانة عم بتكون سببها على فكرة يمكن النشويات تمام. وعم يطلع مع الإنسان البدين. سلمى فقر دم، بتقولي معقول أنه أنت بهذا الوزن وهذا الوزن ومعك فقر دم، قديش النوعية الأكل يلي عم يتناولوها هي سبب رئيسي بأنه يصير هيك؟ تماما. هلا بصير الواحد يفتح البراد ما بيلاقي عنده كثير خيارات، طبعا عم نحكي نحن عن طبقه ذات دخل متوسط خلينا نحكي، ما بيلاقي عنده كثير خيارات، فبيلجا لسندويشه سريعه، بيلجا لخبز ابيض مثلا يلف فيه اي شيء وياكل بوقت متاخر بالليل، فبتلاقي هلا البدانه عم تتركز كلياتها بالمنطقه الحشويه بمنطقه البطن والخواصر مثلا عند السيدات، هي كثير خطيره للايام لانه بتسبب عنا امراض قلب. يعني البدانة المتوضعة بمنطقة البطن بتعمل عنا أمراض قلب، أمراض ضغط، أمراض شرايين، نحن هاي بغنى عنا. فلهيك الواحد إذا حب إنه يتناول شيء بالبيت يحاول قد ما فيه يكون مثل ما قالت، إنه هو يكون ما بدنا نقول كتير صحي، ما بدنا ندخل العالم بعقد الكالوري والهيك، بس نحاول إنه نهتم ونلون الصحن تبعنا، يعني ناخد شوية خضرة، مو شرط إنه يكون كل شيء من أغلى الأنواع. في اشياء بسيطه نحن قادرين نتناولها فعلا، ممكن نعناع، ممكن خيار، مظبوط تماما. يعني نحن بنجهل القيمه الغذائيه للنعناع مثلا مع انه هي كثير فيها فيتامين واشياء مفيده. طيب للجسم. طيب خلينا نحكي كمان عن المكملات الغذائيه، في ناس كثير بيلجؤوا لليوم، مدى صحه هذا الشيء وقد ايه ممكن الشخص يقدر يطبقه بحياته اليوميه؟ تمام. هلا مثل ما تفضلت وقالت انه بتلاقي شخص بدينه معه نقص مثلا بفيتامين معين او هيك، فبيلجا هو من حاله وبياخذ مكملات، بيروح على أقرب صيدلية وبيتناولها، حتى ممكن تكون قديمة من صيدلية البيت. هذا الشيء كتير له أثر سلبي. المكملات هي نحن بنستخدمها بحالات طارئة، بحالات الشخص مثلا ما قادر إنه يستفاد من الغذاء اللي هو عم ياخده، وفي حالات أخرى بنستخدمها بس وقتها بيكون بإشراف طبيب، لأنه المكملات لها تأثيرات جانبية نحن ما بنحس فيها إلا لحتى بنبلش ناخدها ويصير إلنا وقت عم ناخدها. فلهيك الواحد لازم يستشار طبيب بأي مكمل بده يتناوله كرمال الأضرار الجانبية تبعه، وأفضل شيء إنه نحن ناخد العناصر اللي بدنا إياها من طبقنا، يعني من الأكل اللي نحن عم ناكله. أكيد. تمام. يعني مثل ما حكينا على المكملات كمان، ومثل ما ذكرت سلمى أحيانا بيستعيدوا عنا بمكملات مثل الفيتامينات، قديش مثلا مضر هذا الشيء كون أحيانا أطفال أو الشباب ما بيحبوا مثلا يأكلوا خلينا نقول بردقان أو ما بيحبوا هذا النوع معين، فبيروحوا بياخذوا فيتامين بيفكروا أنه هذا الشيء صح، قديش غلط بالنسبة لأجسامهم وشو أعراضه الجانبية أخطاره؟
تمام. على الكلاوي على عدة قصص. هلا منقول حرام انه طفل او مراهق يبلش يتناول ادويه من هو وصغير، يعني هو شو ترك للعمر الاكبر. فتحاول الام او الست البيت انه تشرف على طفله او على اي فرد من عندها بالعائله انه هو النوع اللي ما بيحبه، تحاول تستبدل له اياه بشيء مشابه له بالقيمه الغذائيه، او تحاول تمرق له اياه بدون ما يعرف. يعني نحاول انه نحن ما نعطي الطفل مكملات او المراهق مثل ما قلتي، لانه هو مثل ما يعني المشاكل نحن ما بنقدر انه ندرسها بس لما نقرا الروشتة الصغيره، هي على مدى طويل. لهيك الطبيب ما كثير بينصح بانه الواحد ياخذ مكملات، كنا كلياتنا اخذنا وارتحنا يعني. طيب كمان صفاء في راي ثاني بيقول لك مثلا الصبايا هلا مثلا كثير دارج بتلاقي بالصيدليات انه هي الفيتامين مخصوص للشعر للاظافر للبشره، هاي مجموعه فيتامينات فيكي تاخذيها منشطه ومفيده وفيها زنك وحديد و و و هل هدول خطأ بالمطلق؟ هلا مو خطا بالمطلق، بس انت ممكن مثلا انا وانت نروح على الصيدلانيه، انت تكون غذائك كثير صح وتاخذي زياده عن حاجتك، فانت هون ممكن يسبب لك ضرر. انا ممكن يكون عندي نقص ما يسبب لي ضرر، بس ممكن مثلا يكون له اعراض جانبيه، ممكن يفتح لك الشهيه وانت ما بدك تزيدي من وزنك، ممكن مثلا تراكمه بالجسم مثل الكالسيوم نحن ما بصير ناخده بكميات كبيره، بيعمل لك مثلا حصى او رمل، عرفتي كيف؟ فبنسال حالنا انه انا ليش عم بصير معي هيك؟ عم بصير معك هيك لانه في اشياء انت مو منظمتيها بالجسم. لهيك انت لما بدك تهتمي مثلا بصحه الشعر او الوجه او الاظافر، التجي لعند طبيب الجلديه واحكي له انت عن نظامك الغذائي اذا هو فعلا شامل للعناصر الاساسيه ولا لا، وهو وقتها بيقدر لك اذا انت بحاجه او لا، وممكن يعطيكي جرعه معينه هي حصرا لإلك. صحيح. ممكن ما تناسبني انا مثلا هي الجرعه. صفاء دائما بقولوا الزائد هو اخو الناقص، يعني كمان زياده الفيتامينات بالجسم شو بتعمل؟ تراكمها. هلا مثلا في عندنا فيتامين سي انت قادره انك تاخذيه مثلا ما بياثر على جسمك، بس مثلا مثل ما قلت لك الكالسيوم بيعمل لك مثلا حصيات رمل، وهي فعلا مشكله طبيه مزعجه للشخص، عرفتي كيف؟ فزائد اخو الناقص، نحن ما في داعي انه يعني نجتهد من عنا. صحيح. نعمل ذكاء اجتماعي من عنا اكيد نتناول اشياء نحن ممكن ما نكون بحاجتها حقيقه. اكيد. يعني صفاء اليوم هيك ضوينا من خلال تواجدك معنا لكل يلي تابعنا عن شويه خطوات ممكن يتبعوها بحياتهم الغذائيه والصحيه. بدنا نشكر وجودك معنا صفاء الشيخ الاخصائيه في التغذيه. شكرا لك. اهلا. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا.